كما ينضم إلينا هاتفيا الدكتور نعيم صلحي، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. دكتور نعيم، بعد التحية، أهم ما توقفت عنده في مناقشات جلسات اليوم يوم التكيف والزراعة. أولا مساء الخير، و مساء النور. يعني المؤتمر الأطراف كوب 27 يعني هذا العام بيشهد يعني موضوعات كثيرة حافلة ما كانتش بتدرج في المؤتمرات السابقة، وهذا المؤتمر يعني بعظمته وبقيمة مصر وطبعا وحجم الإنجاز الضخم اللي اتعمل به هذا المؤتمر، كان اليوم النهاردة يوم الأمن الغذائي والزراعة، وده من أهم الملفات اللي هي بتتأثر بالتغيرات المناخية على مستوى العالم. وكان يعني اليوم حافل بعدد كبير من وزراء الزراعة على مستوى العالم، طبعا بجلسات متعددة برئاسة معالي وزير الزراعة والصحة الأراضي المصري الأستاذ سيد القصير، وعدد كبير كمان من المبادرات والمشروعات التي تم إطلاقها، وأهمها يمكن المبادرة الرئاسية المصرية، مبادرة فاست للأمن الغذائي ومنظومة وتطوير منظومة زراعية على المستوى العالمي. أيضا كان في مبادرة برضو قوية تم إطلاقها اليوم على الأفرو أرب ريليشن شيب في الزراعة، أو الربط ما بين الدول العربية والدول الإفريقية في منظومة الغذاء والزراعة ونقل الخبرات وتداولها. كثير جدا من المشروعات تم إطلاقها أيضا على مستوى إيه يعني اللي تم عمل في مصر كنماذج محترمة يحتذى بها في إفريقيا، طبعا من قبل خبراء وزارة الزراعة المصرية، وبالإضافة ل جهات بقى متعدده من الجهات المموله. فهذا يعني اليوم كان حافل بالتركيز على التنفيذ، ويعني كان المؤتمرات السابقه كانت كلها يعني وعود والتزامات دون تنفيذ، لكن هذا المؤتمر بيركز على التركيز بالذات في مجال الامن الغذائي وملف الزراعه، لانه بيرتبط كله بمنظومه المياه، منظومه الطاقه، منظومة الأمن الغذائي. نعم. اللي فيها تحديات كبيرة جدا على المستوى العالمي في الفترة الحالية، وأهم التحديات اللي هي يعني خدت وقت طويل، يعني غير مثلا الحرب الأوكرانية الروسية أكيد لها وقت وتنتهي، لكن موضوع كورونا، لكن تحديات تغير المناخ بتأثر بشكل كبير لأنها على فترات طويلة، وشفنا قد إيه العالم اتأثر بال الغذاء في الفترة السابقة، وقد ايه كان التركيز على ان لابد من تنفيذ المبادرات والمشروعات والربط ما بين الدول ونقل الخبرات وبعضها، والتركيز على البحث العلمي المشترك لتطوير منظومة الزراعة والأمن الغذائي على مستوى العالم. وده كان يعني الحقيقة جهود بذلت اليوم كبيرة جدا في المفاوضات والشراكات اللي تم عقدها مع وزارة الزراعة المصرية وكثير من الدول سواء الإفريقية أو العربية أو حتى على مستوى العالمي زي مثلا أمريكا والأرجنتين وخلافه، بالإضافة لطبعا كان في يعني سايد إيفنتس أو موضوعات أخرى، ل يعني أهم ما تم إنجازه من مشروعات مثلا تتعلق بالتمويل في مصر مثلا زي مع الفاو ومنظمه الغذاء والزراعه مع الايفاد اللي هو الدولي للتنميه الزراعيه ايفاد، وكافه بيحقق التنميه الريفيه وتطوير التنميه الريفيه في مصر. والحقيقه يعني عرضنا برضو المشروعات اللي احنا بنتعامل معاهم فيها عن حصاد مياه الامطار في الساحل الشمال الغربي وضروره تنميه المرافق الطبيعيه لانها مرتبطه بالمناخ والجفاف والتصحر، فكل دي مؤشرات يعني اعتقد في الفتره القادمه ان شاء الله في توجه كبير جدا لعدد كبير من الاستثمارات في مجال الزراعه والامن الغذائي.
خاصة هناك في توجه أيضا، يعني كان واضح من سياق الجلسات دكتور، لاستخدام التكنولوجيا في معالجة آثار التغيرات المناخية. من المصطلحات التي توقفنا عندها هي الزراعة الذكية مناخيا، إذا يعني ما تفضلت وشرحت لنا هذا المصطلح. لا ده صحيح، يعني الاتجاه كله نحو يعني التوجه نحو رفع كفاءة المنتج الزراعي باستخدام الزراعات الذكية واستخدام التكنولوجيا واستخدام الزراعات التعاقدية والمنظومة التحول الرقمي عموما المطبقة في الزراعة، مع التركيز على كمان استخدامات الطاقة الجديدة المتجددة في الزراعة، بالإضافة لتطوير نظم الري سواء كان الري الحديث، ري بالرش او ري بالتنقيط او الري المحوري. كل دي عوامل بتؤدي الى ان يبقى في منتج زراعي غذائي صحي امن، بالتركيز على موضوعات الزراعه الذكيه والزراعه العضويه، والتركيز على المحاصيل الاستراتيجيه خاصه اللي هي يعني طبعا اهمها الحبوب على المستوى العالمي كله. ايضا كمان مساله عمليه التمويل والتنفيذ المشروعات، وكان طبعا النماذج اللي اتعملت في جمهوريه مصر العربيه وكانت يعني لها رؤيه سابقه منذ 2014 وحتى تاريخه، بتوسع بقى الزراعه الافقي وتدخلات الاستثمارات الزراعيه في التطوير منظومات الري والري الحقلي وتطوير الترع والمسائي واستخدام الطاقه النظيفه في استخراج المياه من الابار الجوفيه في المناطق الصحراويه. كل ده يعني طبعا بالاضافه لمشروعات حياه كريمه لتنميه الريف المصري على مستوى الجمهوريه، فكل ده بيصب كنماذج مصريه رائده يعني كثير من دول العالم هيستفيد بيها، وفي نفس الوقت يبقى في تبادل خبرات خاصة دول افريقيا، لان يعني مصر بتركز على كمان الاكبر اللي يبقى في الدول الاكثر تضررا واللي هي فيها خسائر كبيرة في الانتاج الزراعي عموما، هي الدول الافريقية والدول الاقل نموا، فدي زي يبقى في تعويضات عن هذه الخسائر. فبالتالي هناك يعني توجه كبير جدا كمان للزراعات الغابيه والحراجيه وزراعه الاشجار، واحنا عندنا يعني مبادره رئاسيه لزراعه مليون شجره. نعم. في بعد كده مبادرات كمان من السعوديه، مبادره يعني الشرق الاوسط الاخضر او المبادره الكبيره جدا بحجم تمويل من المملكه العربيه السعوديه حوالي 2.5 مليار دولار لمنطقه الشرق الاوسط، ودي هتستفيد بها كمان يعني الدول الساحل الشمال الافريقي والدول العربيه ودول الخليج. فدي يعني هذا المؤتمر يعني يتوجه نحو التمويل والتنفيذ، وطبعا شفنا دي كمان مساهمات الدول الكبرى زي مثلا امريكا بالدعم اللي حصل امبارح، طبعا كان برضو ده يعني شيء يعني ممتاز جدا ل اللي ازاي يتم مثلا منح مصر وانها تكون رائده للدول الافريقيه في مواجهه تحديات تغير المناخ والجفاف والتصحر. فدي كلها موضوعات طبعا مرتبطه بالامن الغذائي للشعوب. طيب دكتور نعيم، اذا ما تحدثنا عن قطاع الزراعه بشكل خاص، ادخال التكنولوجيا هل يتطلب من الوزاره اجراءات معينه تتخذ يعني للمزارعين تحديدا حتى يتاقلموا مع هذه النوعيه من التكنولوجيا، او حتى التركيز على محاصيل بعينها لا تتاثر بالتغيرات المناخيه؟ طبعا يعني بدات يعني باكوره هذا التكنيك في مصر باستخدام طبعا على شقين، يعني في موضوع مجال التوسع الراسي باستخدام طبعا الاصناف الحديثه وعاليه الانتاجيه والمقاومه الجفاف والمقاومه الممنوعه اللي هو دول من تاثيرات الضاره للتغير المناخ،
ايضا من اللوائح التكنولوجيه يعني ازاي تطوير المكان الحديثه لهؤلاء المساحات الصغيره والحاجات المتفتته في منطقه الوادي، بالاضافه لتطوير المكان الزراعيه للمساحات الكبيره في مشروعات التوسع الافقي العملاقه اللي بداتها مصر سواء كانت تلك الجديده او تشكى او شمال سيناء او الوادي الجديد او مشروعات التكنولوجيه الهائله اللي اتعملت في مشروع الزراعات المحميه من الصوب الزراعيه، تكنولوجيا مثلا في مجال الزراعة السمكي، تكنولوجيا في مجال الانتاج الحيواني والتحسين الوراثي، في مجالات كثيره جدا طبعا بيدخل فيها التكنولوجيا في كبدايه، ولكن ده مطلوب ان هو يتم توسعته على نطاق اكبر في الريف المصري بحيث يبقى في برامج للتوعيه وتعظيم دور البحث العلمي والارشادي في التوعيه بالنواحي التكنولوجيه والزراعه الذكيه في الزراعه عموما للحفاظ على منظومه الانتاج الغذائي الامن والصحي للشعب المصري طبعا، وطبعا كل ده بيتطبق في دول العالم في تجارب رائده جدا في العالم برضه ممكن تنقل لمصر في ان شاء الله في المستقبل من خلال المشروعات الشراكه مع الدول ونقل التكنولوجيا في هذه المجالات. أشكرك جزيلا دكتور نعيم مصلحي مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.